الخير، واليوم 22 اذار 2022 وتوقعاتنا الفلكيه لهيدا النهار، وبدايه مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تفضل بقاء الوضع على حاله بدل من المخاطره برصيدك المهني تحت تاثير الضغوطات والمضايقات يلي عم تحاصرك حاليا. عاطفيا تبدو مستمر بموقفك المبدئي تجاه الشريك، ومن المحتمل تاثيرات هيدي الخطوه تسبب خضه كبيره بالعلاقه ما بينك وبينه، ممكن ما تنتهي بسلام، فدير بالك. مولود برج الثور، الفلك عم يتحدث عن حركة من الاتصالات الفعالة رح تعتمد عليها بخطواتك الأولى، ورح تسهل عليك إمكانية الفصل بين وظيفتك الحالية وبين التركيز على أعمالك الخاصة. عاطفيا رح تجتهد على تحويل بعض التفاهمات الكلامية اللي انحكى فيها بينك وبين الشريك إلى خطوات عملية تفيد الطرفين وتنقز العلاقة من أجواء الجفا يلي أصبح حاضر بيناتكم. مولود الجوزاء، ما زال الحوار قائم ما بينك وبين الجهة يلي عم بتفكر تطور علاقتك المهنية معها بشكل فعلي أكثر، ورح تمتد التفاصيل المرتبطة فيها للمكاسب المالية القادمة من خلالها. عاطفيا رح يبقى زمن الاتفاق العاطفي الموجود بينك وبين الشريك مفتوح وبدون تحديد لملامح المرحلة القادمة، على أمل تتبدل التوافقات النهائية بيناتكم بشكل جدي أكثر. مولود السرطان، رح تأسس لمرحلة مهنية جديدة، ورح تبقى مرهونة تحت سلطة الحل المؤقت حتى ما تنتقل أجواء الخلاف السابق إلى محيط عملك الحالي. عاطفيا عم ينتظر منك الشريك رد واضح على جوابك الغير واضح معه، ويبدو أنك رح تتهرب من المواجهة يلي أصبحت أسبابها شبه مؤكدة عنده. مولود الأسد، أصبح من الصعب عليك حلحل التأثيرات الأزمة المتراكمة بعقلية بعض الزملاء في العمل، ومع ذلك ما رح ترضى أنك تبقى أسير هيدي الأجواء المفتعلة ضدك مهما كلفك الأمر. عاطفيا ردة فعلك فاجأت الشريك، وملامحها الفعلية بتدل على نية مسبقة كنت عم بتحضر نفسك عليها، وخصوصا أنه مشاعرك تجاهه ابتدت تختفي بحكم التحريضات الدخيلة على علاقتكم سوا. مولود برج العذراء، رح يتم إضافة بعض المهمات الطارئة على وظيفتك الأساسية، وما رح تتوقف الأمور عند هيدا الحد، وخصوصا من بعد ما أثبتت قدرتك الفعلية بإدارة المواضيع المطلوبة منك بحرفية تامة. عاطفيا، ظروف عاطفية جديدة ممكن تصبح نهائية وملزمة من الطرفين، وما بحق لأي واحد فيكم مخالفتها أو الاعتراض عليها مهما كانت حججه المثبتة فيها فعليا. مولود الميزان، تقاسم المسؤوليات والأدوار خطوة ممتازة لتطوير حضورك المهني من جهة، والتفاعل مع زملائك في العمل بشكل أسرع من جهة تانية، وخصوصا أنك ابتديت تعرف حدود إمكانياتك الفعلية على أرض الواقع. عاطفيا رح تتخذ قرار بفتح خطوط التواصل الدائم مع الشريك حتى لو الفرص بينك وبينه أصبحت محدودة حاليا، وتبدو فرضية تكرار المحاولة رح تفيدك بتحسين ظروفك معه. مولود العقرب، أزمة مهنية جديدة رح تنضاف على الأزمات المتراكمة عندك، وخصوصا أن محيط عملك الحالي أصبح عم يشهد تقلبات طارئة بسبب المحسوبيات المتفق عليها مع بعض الأطراف البارزة. عاطفيا عم بتعيش ظروف عاطفية غامضة وغير مستقرة، وتبدو أبعادها مخيفة ما لم تستعجل على حسم الأمر فيها لصالحك معنويا وفعليا. مولود برج القوس، الأحداث القادمة بتحمل معها تفاهمات مهنية جديدة واقتراب شبه مؤكد من هدف الإعلان عن بداية عمل إضافي أو مستقل، ولربما خلفية هيدي الأجواء يكون إلها صلة بالخارج. عاطفيا، ما زلت عم بتواجه خطر الانفصال عن الشريك بشكل تلقائي، وخصوصا أنه الأجواء ما بينك وبينه ما زالت غير مستقرة، لا على رأي ولا حتى على نفس المشاعر السابقة. مولود الجدي، رح تتواصل مع أكثر من جهة مهنية بهدف تأمين الأجراءات المطلوبة لإتمام عملية انتقالك الفعلي باتجاه خطوة مستقلة، ولكن ضمن مفاهيم إدارية محددة ما بتتعارض مع ارتباطك الحالي. عاطفيا عم تشعر بأنك وحيد وبعيد فعليا عن السند الحقيقي يلي ممكن يخفف عنك من سلبية الأجواء الصعبة يلي عم بتعيشها بغياب الشريك وبظل غياب اهتمامه المباشر فيك. مولود برج الدلو، لا يبدو أنك متقبل بقاء الوضع على حاله بدون توضيح لخلفية القرارات المهنية اللي عم ينحكى عنها بداخل محيط عملك الحالي، وخصوصا فيما يتعلق بالشق المالي المرتبط فيك مباشرة. عاطفيا، لا يبدو أنك بحالة دفاع عن مواقفك العاطفية تجاه الشريك فقط، وإنما بحالة الدفاع عن مبدأ علاقتك معه بشكل مباشر، بدل من فرضية السيطرة على مشاعره يلي عم يتهمك فيها الشريك.
مولود برج الحوت سياسي مهني جديد رح تتبعها بالمرحلة القادمة ورح تحدد مصلحتك فيها بشكل مباشر، وبذات الوقت رح تعتمد على مبدأ الضغط بهذا الاتجاه أكثر من أي شيء تاني. عاطفيا بداخلك اشتياق وحنين لأيامك السابقة مع الشريك بالرغم من اعتراضك على قراراته العاطفية بحقك وبحق العشرة يلي كانت بيناتكم. هيدي كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. تضلكم بألف خير وباي باي.